تصور جديد للتربية والتعليم Learning World بالتعاون مع وايز بمبادرة من قطر فاونديشن. تقدر مؤسسة الفكر العربي أن معظم الناس في العالم العربي يخصصون أقل من 6 دقائق في السنة لمطالعة كتاب. هناك بعض المشاريع للعودة إلى القراءة. سنهتم بمبادرتين في بولندا والأردن تساعدان على القراءة في أوساط الشباب، وسنتحدث إلى خبير. كيف يمكن أن تعلم طفلك القراءة في وقت مبكر؟ في الواحدة من العمر، 6 أشهر عند الولادة أو حتى قبل ولادته. هذا المشروع البولندي يشجع على القراءة من البداية. مارتا وكريستوف زوجان بولنديان شابان يقرآن لبعض الوقت يوميا بعض الكتب لصغيرتهما بولا، وهما متأكدان من أنه استثمار جيد لمستقبل ابنتهما. لكن ما هو الوقت المناسب لبداية ذلك؟ إيرينا كوجيمينسكا أنشأت مؤسسة ABC 21 في عام 2001، وشعارها بولندا كلها تقرأ للأطفال 20 دقيقة في اليوم. بدأنا حملتنا منذ أكثر من 10 سنوات، وقناعتنا أنه إذا كنا في حاجة إلى تشجيع القراء وأردنا منهم أن يقرأوا فيجب أن يحبوا القراءة، والسبيل الوحيد لذلك هي القراءة لهم منذ البداية. هنا في وحدة الرعاية المركزة للأطفال في مستشفى تورون القريب من وارسو، يدعم الأطباء والممرضات الحملة ويشجعون الأمهات على القراءة لحديثي الولادة والاقتراب منهم لزيادة الارتباط بأطفالهن الرضع، وبالتالي مساعدتهم على بناء مهارات الاستماع. القراءة بصوت عال للأطفال حتى عندما يمكنهم القراءة هي أيضا أسهل طريقة لمنع الأمية الوظيفية التي يعاني منها في أوروبا 1 من كل 5 بالغين، ولهذا السبب تتردد إيرينا على السجن. هذا هو سجن غرودلداز على بعد 100 كيلومتر من غدانسك، حيث توجد وحدة خاصة للأمهات ولأطفالهن. تأتي إيرينا لتشجعهن على قراءة القصص والحكايات لأطفالهن بانتظام، وهي تؤكد على القراءة بصوت عال لأنها وسيلة جيدة لتقوية العلاقات وإعطاء فرص أفضل لهؤلاء الأطفال. المدارس ودور الحضانة تشارك أيضا في الحملة. المدرسة أنتو في توماسوف مازوفيتسكي، وهي قرية ريفية على بعد 100 كيلومتر جنوب غرب وارسو، هي واحدة من بين 2700 مدرسة مشاركة في الحملة. المعلمون يقولون إنه ليس لديهم أحياناً الوقت الكافي للقراءة للتلاميذ، وذلك بسبب البرامج المدرسية الثقيلة. لكن الآباء يتهمونهم بترك الأطفال وحدهم أو مع شريط فيديو، وذلك بمجرد أن يتعلموا القراءة. إذا كانت القراءة في وقت مبكر أمراً جيداً، فكيف يتم ذلك؟ هل بتعلم أصوات الحروف أو التعرف إلى الكلمة أو ماذا؟ لنستمع إلى ألا بنت ليلا، أستاذ اللغات في جامعة باريس ديكارت. ألان بنت ليلا، أنت أستاذ اللسانيات في جامعة باريس الخامسة والمستشار العلمي لمرصد القراءة. هناك جدل كبير حول تعلم القراءة بين المدافعين عن الطريقة الشاملة وبين أنصار المقاطع اللفظية. ما رأيكم؟ كل طرق القراءة ما عدا الطريقة الشاملة والتي لم تعد تعتمد كثيرا اليوم، عليها أن تبدأ بتعليم الطفل ما هي العلاقة بين الحروف ومجموعة الحروف والأصوات التي تطابقها. هل يجب أن تعطى الأولوية في التعليم لصوت الحروف أو لمعناها؟ عندما نبدأ في تعليم القراءة في فرنسا أو في غيرها، لدينا طفل عمره 6 سنوات وهو قد تعلم خلال 6 سنوات الكلام، ولفهم الآخرين فإنه كون قاموسا عقليا شفهيا.
فما هو القاموس العقلي الشفهي؟ إنه قاموس أو تسلسل أصوات. مثلا طاولة تطابق معنى، وهكذا عندما ننطق طا واو لام ت سيتلقى الطفل الأصوات المكونة للكلمة وسيعرف معناها، والأمر يتوقف على ثراء القاموس العقلي. ما الذي يجب أن يفعله المعلمون لتطبيق التقدم الذي حققه الباحثون في مجال تعليم القراءة والعقل؟ القضية هي أن تكوين المعلمين سيء جداً، وفكرة تطبيق نتائج الأبحاث النظرية في المدارس فكرة خاطئة، لا نطبقها، وإذا طبقناها ستكون كارثة. يجب أن يجد الباحثون والمعلمون نقطة التقاء، أن يعملوا معا وبكل تواضع، أي أنه يجب على الباحثين أن يدركوا أن للميدان الكلمة الأخيرة في العمل البيداغوجي، كما يجب على المعلمين أن يدركوا أن نتائج الأبحاث تسمح بإضاءة الممارسة. إن فكرة الباحث الذي يتوصل إلى نتائج ويقدمها إلى المعلمين ويقول لهم طبقوها لهي فكرة فاشلة ولم تنجح أبدا. بروفيسور ألان بنتوليلا، ميرسي. ميرسي à vous en tout cas. Merci. Allez, on va. لعلكم تتساءلون عن الدقائق الست المخصصة للمطالعة سنويا في العالم العربي والتي تحدثت عنها سابقا، إنها تعادل نصف صفحة، إنها صدمة، ولكن هناك امرأة في الأردن تناضل لتغييرها. في أحد مساجد العاصمة الأردنية عمان يستمع الأطفال إلى حكاية اليوم. للوهلة الأولى يبدو الأمر عاديا، إلا أنه يمثل ثورة في الأردن، ففي هذا البلد لم يقرأ طفل من أصل ثلاثة قصة للاستمتاع بها. منذ 6 سنوات أرادت رنا دجاني أن تضع حداً لعزوف الشباب العربي عن القراءة، فأنشأت مؤسسة نحب القراءة. لقد وجدت أن الأطفال لا يقرؤون لأسالي قلة الكتب لديهم كما يعتقد كثيرون عامة، لكن ذلك سببه أنه لا يتم تمرينهم على القراءة الحقيقية وتجربتها بشكل جيد. لإعداد الأطفال للقراءة وضعت رانا دجاني مكتبات متجولة في المساجد، ونظمت حصة للقراءة أسبوعيا يستطيع الطفل بعدها استعارة الكتاب الذي يريد. ما كنت أحب أقرأ كثير، والكتب اللي كنت أقرأها يا كتاب يا اثنين. كثير تحسنت قراءتي، حتى المعلمات بالمدرسة كثير لاحظوا هذا الإشي، وكثير صرت أحب أقرأ، وأوقات الفراغ بمسك كتاب وبقرأه. للوقوف على نجاح مبادرة رنا يجب الذهاب إلى قرية محص، ولأنها لا تستطيع نصح كل الأمهات في الأردن أقامت رنا 100 مكتبة منتشرة في البلاد، وكونت سفيرات بلغ عددهن حتى الآن 534 امرأة سيتولين تدريب الأطفال على القراءة بطرقهن الخاصة. عم بتعلمنا مس رنا كيف احنا نحكي، كيف احنا نتدرب على انه نحب القراءه، ونعلم الاطفال كيف يحبوا القراءه بشكل صحيح. بانها في عندنا مشروع اللي هي مكتبه في كل حي، طبعا احنا رح ناخذ القصص، رح نتدرب على حكي القصص وشرحهم للاطفال بالطريقه السليمه وبطريقه ممتعه ومسليه، مش بس فقط للتعليم. مؤسسة نحب القراءة عادت إلى الشباب العربي حب القراءة، وقد تم إنشاء مؤسسات على غرارها في مصر ولبنان والمملكة العربية السعودية. حسناً، هذا كل شيء الآن، وعلينا أن نعرف ما هو رأيك في القراءة، هل هي أساسية أم إنها مملة؟ إلى اللقاء في الأسبوع المقبل. Learning World بمبادرة من وايز بالتعاون مع قطر فاونديشن.